برحب بكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، وطبعا مستمرين معاكم النهارده في لقاءاتنا وتغطيتنا طبعا لحفله تكريم ابطال النادي الاهلي في الموسم الاستثنائي اللي حققوه طبعا النهارده. يمكن الحفل النهارده بعنوان الاهلي استثنائي، وفعلا هم حققوا موسم استثنائي. ولو بنتكلم طبعا على ابطالنا اكيد جميع الفرق الرياضيه وعلى راسهم الفريق الاول لكره القدم، ويمكن معي طبعا واحد من نجوم الفريق الاول لكره القدم كابتن كريم فؤاد. كابتن كريم طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، وطبعا عايز ابارك لك على الخمس بطولات الموسم اللي فات، وابارك لك اكيد النهارده على وجودكم في تكريم كبير زي ده، حفل كبير يليق باسم النادي الاهلي، وتكريمكم طبعا على كل الانجازات اللي حققتوها الموسم اللي فات. برحب بحضرتك طبعا، والله يبارك فيك يا عمال. كان موسم بصراحه صعب جدا، وكان مليان بطولات كتير، واللعيبه كلها تعبت واجتهدت، ومش بس كره القدم بس، كل الالعاب الثانيه حققوا انجازات كبيره وعملوا كل اللي عليهم، ودي حاجه مش جديده يعني على النادي الاهلي، وان شاء الله اللي جاي كله يكون بطولات كتير ان شاء الله. طبعا كريم انت كنت متواجد اكيد يعني مع الفريق، وطبعا يعني اصبت، عايزين برضو نتاكد يعني نطمن عليك، يعني الاصابه هترجع امتى للتمرين؟ انت هتكون متواجد مع الفريق الاول ان شاء الله بدايه من الموسم اللي جاي. هو احنا ان شاء الله الحمد لله دلوقتي في مرحله كويسه، انا بقالي 7 شهور بالظبط، وان شاء الله هنعمل اجراءات اول ما نسافر النمسا، هنعمل تيست عشان خاطر نطمن على رجلينا مع الدكتور اللي عمل لنا عمليه ان شاء الله، وهو بناء على التيست اللي هنعمله والاختبارات اللي هنعملها هيحدد هننزل مع الفريق امتى بالظبط. هتعمل الاختبار قبل ما تسافر النمسا؟ هنسافر النمسا نعمل الاختبار هناك مع الدكتور اللي عمل العمليه، وهو هيحدد احنا هننزل امتى بالظبط، او هو اللي ياخد القرار يعني. كريم طبعا حفله تكريم النهارده من قبل مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، يمكن طبعا مش شيء يعني مش جديد على مجلس اداره النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب، يمكن ان هم قرروا ان هم طبعا يكرموكم بعد موسم استثنائي زي ده وتحقيق العديد من البطولات، اهمهم طبعا بطوله افريقيا ال11 في تاريخ النادي الاهلي. يمكن التكريم ده يا كريم بيحملكم المسؤوليه اكتر واكتر، وان انتم تحققوا بطولات اكتر واكتر الموسم اللي جاي، وتفضلوا ابطال نفس البطولات اللي انتم اخذتوها الموسم اللي فات. اكيد طبعا، اكيد طبعا، انت لما بتوصل لحاجه بتبقى عايز توصل لاعلى منها، ما ينفعش توصل لحاجه وتقل او تنزل، لازم كل ما بتاخد خطوه لقدام بتبقى عايز تاخد اللي بعدها، واحنا ماشي يعني بقى لنا كذا سنه ورا بعض بنروح كاس عالم الانديه، وبصراحه عيننا عليه وعايزين نحقق حاجه كبيره فيه ما حققناش قبل كده للنادي، ودي تبقى خطوه لقدام اللي احنا عايزين ناخدها، واحنا لما ناخد البطوله مرتين تانيين ورا بعض عشان احنا السنه اللي فاتت ما خدناهاش، فطبعا وانا واحد بالنسبه لي انا البطوله دي ما لعبتش فيها كتير، ما لعبتش فيها اصلا، فبالنسبه لي انا عايز اخد بطوله افريقيا وعايز اشارك فيها وعايز احقق فيها انجازات ليا انا، اكون انا جايبها بايديا كده، فانا بصراحه مش عايز انزل عن اللي حققناه السنه دي، ومعظم البطولات اللي خدناها السنه دي انا ما كنتش موجود فيها وعايز اخدها تاني وانا موجود، فانا مش عايز اقل خالص على السنه اللي فاتت، فعايز احقق كل حققناه السنه دي احققه مره تانيه. كريم فؤاد حقق او ساهم في البطولات، بس انا بالنسبه لي المساهمه بتتحسب لما اكون في الملعب. طبعا يا كريم اكيد زي ما قلت لك الموسم اللي جاي ان شاء الله النادي الاهلي عايز يفضل البطل وعايز يحقق نفس الانجازات اللي حققها الفتره اللي فاتت او اكتر كمان، يمكن طبعا حلم جماهير النادي الاهلي ان هم كاس العالم للانديه بقى، يعني ان شاء الله النادي الاهلي هيشارك في كاس العالم للانديه الفتره اللي جايه، يمكن جمهور النادي الاهلي طمعان بقى ان شاء الله النادي الاهلي يوصل لنهائي كاس العالم. اكيد طبعا، اكيد طبعا، كلنا طمعانين، واحنا حققنا السنه دي موسم استثنائي، والسنه اللي فاتت كان كاس عالم الانديه بالنسبه لنا يعني كانت فرصتنا فيه كويسه، بس حصل ظروف وظروف ماتش وكذا دروب حصل، بس احنا ان شاء الله السنه دي نقدر نحقق حاجه باذن الله. طبعا انا ده عمه، ها عمك تحب تقول ايه لكريم؟ مبروك. قول له مبروك، قول له الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. وانت تقول له حاجه؟ الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا عم، وإن شاء الله تبقى أقوى من الأول. إن شاء الله. كريم فؤاد، كابتن كريم فؤاد طبعًا بشكرك جدًا، وبتوفيق إن شاء الله الفترة اللي جاية، وإن شاء الله ترجع تنور تاني ملاعب كرة القدم، ونشوفك طبعًا مع الفريق الأول إن شاء الله في البطولات اللي جاية، وتساهم في جميع البطولات. ميرسي يا كابتن. بإذن الله، شكرًا. ربنا يخليك. كده طبعا كان لقائنا مع واحد من نجوم الفريق الاول لكره القدم كابتن كريم فؤاد، واللي ان شاء الله نشوفه يعني قريب يرجع لنا بالسلامه للملاعب كره القدم، والان العوده مره اخرى للاستوديو.